أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل، نطلع عليكم اليوم بحلقة حقيقة من الحلقات اللي أنا شخصياً راح أفتخر بها على طول المسيرة الإعلامية. اليوم ضيفنا شاعر عربي وشاعر كويتي أيضاً، الحبيب محمد جار الله السهلي. حللت أهلاً ونزلت سهلاً. الله يطول بعمرك يا علي، وأنا كذلك أفتخر أني اليوم معاك، واتمنى نقدم شيء جميل يعني للجمهور. امين يا رب العالمين. انت جميل، الله يجزاك وان شاء الله نقدم حلقه ترضي جمهورك. الله يجزاك وجمهورك انت بعد بالدولتين ان شاء الله. باذن الله. الله يعزك. تشرف. تسمع للشعر العراقي؟ نعم، بس مش بالكثره يعني، لكن غالبا المقاطع اللي تنتشر وكلها صدى احرص اني اكون مطلع عليها. المفهومية 100% أنه تفهم اللهجة؟ 90% زين. إحساس المفردة؟ لا، الإحساس التكنيك. إحساس المفردة، الإحساس التكنيك واصل 100% جيد، لكن أحيانا يعني يكون عندي يعني مفردة معينة، خصوصا في الأبوذيات لما في التكرار يعني أصيد ثنتين الثالثة تفلت مني مثلا. أي هي في بعض الأحيان يعني الأبوذية تصير صعبة على بعض الناس. أما في باللهجة العامة لا، واضحة جدا. جميل. وين وصل محمد بالطريق؟ جو بالبداية. أنا دائما يعني شغل سيارتك ولا بعدك؟ لا، مش شغلت وحركت. حركت. لكن بداية الرونج قد جاي يمشي. والله على حسب يعني، ما عندي سرعة محددة يعني، المزاج تشاعر وتفهم، المزاج، النفسية، الظروف، الشغف يلعب دور. لكن أكثر سرعة مشيتها بالطريق؟ ما أذكر بالضبط، لكني اللي أنا أعرفه واللي أنا أسعى له أني دامني على قيد الحياة أني أعتبر نفسي في بداية الطريق. خلينا نستهل بقصيدة. تمام. يقول المرء، على طاري الطريق وين وصلنا فيه، المرء مجموعة قناعات ومشاريع أمنيات، تنفيذها حسب الظروف ونوعها حسب السنين، ماهيته مبادئ ورغبات وفعول وصفات، ناتج طبيعي لابتداء من وين، واهدافه الوين. وانا ما بين الزهد في الدنيا وبين المغريات، احاول اعيش العمر ما هو بمره، مرتين احيان ارغب نفسي المتوازنه بالانفلات، واحيان اروض رغبه النفس برياض الصالحين. الله، ترسو مراكب هاجسي على ضفاف المفردات، إلين تدفعها رياح الفكر للدر الثمين، نزولي الوادي له أسبابه، وشوف اللهطرات بعد ازدحم راس الجبل من كثرة المتسلقين. الله 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 الله. نزولي الوادي له أسبابه، وشوف اللهطرات بعد ازدحم راس الجبل من كثرة المتسلقين، تغريني العزلة وتلهمني التواضع والثبات، على اعتبار غيبة الغايب هي العذر السمين، وتعطيني الخبرة قراءة واضحة للمعطيات، الراحلين أصدق وسيلة لاكتشاف المقبلين، إدراكي المسبق وتحليلي وفهمي للذوات سبب فشل مجمل علاقاتي مع المتلونين، دخلت من باب التجارب في دهاليز الحياة حتى قدرت توقف الحيرة على شفا يقين. عموما العمر امتداد لسلسلة من حجيات، ممكن من تشوفه غبي يطلع بعد فترة ذهين. يا جارة الوادي، أنا جار الأسد والذكريات، أشكو من أعراض الوهلة وعاني أمراض الحنين، ما عاد في صوتي مساحة كافية للأغنيات، في نبرتي قبيلة إحباط وقوافل من عنين، شلون أغني والكتابة فتح جرح وجلد ذات، وجروحي أعمق وأكبر بواجد من الشعر الحزين، يستأذنك صمتي وصمتي عن ثمان معلقات، أرخي ملامح وجهك ولد النظر وبتسمعين، أصدق كلام العاشقين يقال من خلف أسكات، نظرة توسل
وارتجافة شفة ورعشة يدين أحبك الله لا يعاقبني محبه للممات وخاف أبين لك وش إحساسه ولا تستوعب. الله 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 سلامتك. مأذينك المتسلقين؟ لا بالعكس مأذين الجبل. بس الجبل؟ أنا نزلت خلاص خليت الجبل لهم كله. المتسلقين بس هم ماخذين حيز بصراحة. المتسلقين يذون من يسمح لهم بالتسلق عليه لأنهم يعتبرون وزن إضافي. أصابع الاتهام تشير لمن برأيك؟ سبب الجبل أو سببهم؟ لا أنا أتوقع أن سبب وهمهم أن المنظر جميل فوق الجبل. المنظر عادي يعني. صدق والله؟ والله أنت صاعد وشايف؟ إيه ما يسوى. صاعد وشايف؟ نعم ما يسوى. لا والله يعني طبيعي المنظر؟ طبيعي جدا يعني. على العكس يعني أحيانا لما تشوف الأشياء عن قرب تكون أجمل يعني وأوضح وأقل صدمة. أكو أشخاص بحياتك تحس يعني قربهم عنك جيتهم إليك أو ابتعادهم أزيد ما عاد يفرق شيء؟ والله كثير كثير خصوصا اللي تحس انهم يعني ما جاء منك لهم شيء يخليهم يبعدون، وبنفس الوقت يكون فيه التزام منك عليهم. يعني اذا كانوا موجودين مروءتك اخلاقك اشياء كثيره تفرض عليك انك يعني تعطيهم جانب من حيز من اهتمامك، واذا راحوا جاحدين الفعل مثلك وشرواك ما يشبهون إلا الحديث المفبرك الله. والواقفين وبمنتصف درب فرقاك نعوده مبروك ونقفه مبروك. أي بالله. أي بالله. أي بالله صحيح. أكو بيت شعر أعتقد للمتنبي يقول ازرع جميلا حتى في غير موضعه فلن يحصد جميلا إلا الذي زرعه. شنو تعليقك على هذا البيت؟ والله كقاعدة مثالية جدا يعني مثالية جدا أي كقاعدة مثالية ما عندي اعتراض، لكن أعتقد أن العرب مشهورين بالفراسة مشهورين في إنزال الناس منازلهم. أنا عندي اعتراض في حال أنك أنت عارف أن الأرض هذه لا يمكن أنها صبخة فأقول لو تزرع السدرة وتثمر في صبخة ما يثمر المعروف في الساس الردي. فأحيانا يكون جهد ضايع يعني يكون جهد ضايع. الله 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 مشكلة. محمد الشعر علاج إلى حد ما مسكن وقوي جدا. مو علاج؟ لا علاج للمشكلة بشكل عام ما أعتقد، لكنه مسكن قوي خصوصا للشاعر يعني يكون في عب داخل. زين برأيك بهالحالة أنت دواء؟ إلى حد كبير لنفسي هذا هو لمن شيء طيب أن قصايدك تلامس الناس ويلقون فيها نوع من التنفيس من الترفيه من التعزية من التسلية أي نوع من الأنواع، المهم قريبة للشعور. نعم لكن إذا أنت حاب تكون دواء فأنت أولى بنفسك من غيرك. يعني أحرص أنك توصل مرحلة تعرف تعالج نفسك، هذا أهم شيء. زين منين تعاني؟ والله المعاناة من أشياء كثير جدا، لكن على قمة الهرم من الاهتمام. أنا أقول صاحبي، طبعا أنا بشرح لك الاهتمام، صاحبي والناس ما تقنع ولو ضريت روحك، شد حيلك بالتغافل واعرف أن حيل الله أقوى، كل ما زاد اهتمامك في البشر زادت جروحك، شوفني من يوم قللت اهتمامي كني يشوى. الله 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 الله. صاحبي والناس ما تقنع ولو ضريت روحك، شد حيلك بالتغافل واعرف ان حيل الله اقوى، كل ما زاد اهتمامك في البشر زادت جروحك، شوفني من يوم قللت اهتمامي كني يشوى. ولا تحاول ترضي العالم قبل ترضي طموحك، من وجد ذاته وجد عن احتياج الناس مأوى. الجمالة رغم تقديري للنبل والوضوح
ودك انها ما تسوى غير في رجال اسود. الله الله الله. يحتاج الشعر الى نقاط تفتيش؟ اي كثير. انا اذكر قلت يعني خصوصا في السفر، خصوصا في السفر، ربعي الغالين دام البين ما قفى بروحي، دوروا لي بين رحلات السفر رحلة سعيدة، ليت من فتش شناطي قبلها فتش جروحي وشال منها دمعتين وحزن وعتاب وقصيدة. الله. تفتيش أحيانا جيد، تحتاج أحد تسولف له تفضفض له يفهمك، فهذا تفتيش مستحب. جميل جميل. أنا بالمناسبة ما كنت أقصد هذا التفتيش، بس أنت خبرت من الأشياء اللي أنت تريده. قلت لك عشان كذا هذا النوع مستحب. إيه هذا النوع مستحب. ناخذ قصيدة. تم. يقول العين ديمة والسهر عساس. العين ديمة والسهر عساس، والبوح يوجع عن مواجعنا، والحب ضرب الشك والوسواس ندوره لجل يضيعنا. يا عين كف في دمك ولا باس، ما فيه قلب إنسان يا سعد تغافلي، ليل السهر بنعاس الأحلام ترضينا وتقنعنا، ما حسوا بجرح الفراق الناس، ما حس فينا إلا مدامعنا، حتى القصيد المرهف الحساس بكى علينا ما بكى معنا. الله. اليا متى واثنيننا جلاس، والحزن ثالثنا ورابعنا من ليلة البارح، وقلبي حاس ان الزمن بكرة بيفجعنا، دايم من نحبه بدون قياس يغيب عنا ما يودعنا، حنا البشر عشاقة الهوجاس وخداعنا من قبل يخدعنا، لو نقدر نشوف الردان وماس ما نقدر نغير طبايعنا، أحيانا أحس إنه بدون إحساس نضحك على أكثر شيء يوجعنا، وأحيانا من قوة الحزن والياس نبكي على أشياء ما لها معنى. والله صحتك. الله يا محمد، الله يطول عمرك. كبير والله، الله يجزاك خير. تحب الانتظار؟ مو بدايم، لكن في أشياء تستحق إنك تنتظرها. إذا كانت الأشياء تسوى؟ نعم تسوى الانتظار. زين تنتظر لنا فاصل؟ يلا. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، فاصل ونعود إليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، البارت الثاني من برنامج المهلهل مع الحبيب طول عمرك المبدع والخلوق جدا. الله يجزاك خير، طول عمرك. احنا انعكاس انعكاس للي امامنا يا استاذ. الله يسلمك، الله يعزك. شلون كانت الرحله بالبارت الاول؟ والله ممتعه، ما حسيت فيها صراحه. ايدي خفيفه. نعم. وبعدين تعرف تفرش المساحات للجمال. يعني تعرف. انت ما شاء الله، الله يجزاك ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، طول عمرك. انا كل شيء يعجبني هذا يعني بصراحه القصيده العربية الشعبية، بغض النظر نبطية شعبية عراقية شعبية مصرية شعبية سودانية، من يكون هذا الامتزاج والشاعر إلى محبين وناس يسمعوا ويفهموا أيضا في دولة أخرى، بيني وبينك أحس إنجاز. أنا دائما وقلتها في لقاءات سابقة أقول بعد المشوار هذا كله، إذا فيه حاجة يعني أحس فيها بفخر كشاعر، كشاعر فهي وصولي إلى خارج محيطي الضيق، يعني أنك تكون شاعر مسموع ومقروء من اللي حوالينك، من اللي فاهمينك طبعاً. هذا شيء يعني طيب وإنجاز وحلو، لكنه متوقع. الغير متوقع أو الإضافة لما يكونوا الناس خارج محيطك الضيق لطيف، فاهمينك، حاسين فيك، معجبين فيك، شوف إنجاز كبير. لذلك أنا أوجه تحية لكل شخص عجبه بيوم الأيام شيء يكتبه محمد جلال الله في العراق تحديدا، لأنهم وصلوا لي رسائل كانت دافع معنوي كبير لي، كبير تستحق جدا تستحق. وهنيهم تستحق على هالذائقة الرفيعة وعلى هالحس التذوقي في الشعر. إن شاء الله نسوي أمسية بالعراق بإذن الله. تشرف. إن شاء الله نسوي أمسية بإذن الله. تشرف. الله يسلمك. أنت شرف. قارئ عن قلقامش؟ نعم.
يبحث عن قوانينه، يبحث عن عدالة. عشبة الخلود. عشبة الخلود. قرقوش أنا رحت حق الثاني. لا مو قرقوش، قلقامش. قلقامش. تبحث عن عشبة الخلود. الخلود بشكل شامل أنا صراحة ما أبحث عنه. كشاعر. ما أبحث عنه. أنا أحب إني أكون خالد في 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 ناس أعرفهم ويعرفوني، سواء كنت معاهم أو بدونهم. يعرفونك من خلال قصيدتك تقصد؟ أكون خالد، معرفة شخصية. خالد في ذاكرتهم كشاعر، في حياتهم كشخص، في تأثيري عليهم سلوكا وطبعا وبكل شيء. المسألة الغيبية ما تشغلني أبدا، لكني حتى لو يعني بعد الوفاة كانوا في ناس، عمر طويل إن شاء الله. بعد عمر طويل إن شاء الله لي ولك كل المستمعين، إذا كان في ناس أنا أعرفهم يعرفوني وكان بيني وبينهم نوع من أنواع التعامل، أتمنى يكون خالد عندهم. ما بعد ذلك الأجيال القادمة هذيك لا، عندهم همومهم الله يعينهم وكيفهم يعني. ويجونهم ويجونهم ناس لا إن شاء الله الأمور طيبة، ويجونهم ناس جيدين يأثرون فيهم. لكن أنا همي وتفكيري دائما في الأجيال اللي أنا عاصرتها. فارس أحلامك منو؟ فارس أحلامي أنا، وما أطمح أني أكون عليه أنا. لأن فارس الأحلام في الغالب يكون الشخص الكامل في نظريتك طبعاً، وحسب ميولك وحسب قراءتك للحياة بشكل عام. فإذا أنت ما كنت تسعى أنك تطور نفسك للوصول لهذه المرحلة من الكمال المثالية، فمشكلة أنك تكون نسخة لشخص آخر، تحط فارس أحلام وتقعد تستنسخ بشكل غير جيد، لأن في الغالب لو موجود النسخة الأصلية ما حاجة بالاستنساخ. نعم، في الغالب الأصلي مقولة أجود. أكو مقولة أنا جدا تعجبني بصراحة، تقول سيستهزئون بك، نعم، ثم يضعون لك العثرات، ثم يصفقون لك. هاي فيها نرجسية شوي، لكنها واقع مر في أي ناجح، أي ناجح يمر بالثلاث مراحل الخطيرة هذه. ما عاد تزعلني هروج النقص وفعول السفيه، يغنيني الحقران عن قولة مهبهي وآفة، يكفيني يا شلة ما يعجبني وشعره لك عليه، تستنقدوني بالعلن وتقلدوني بالخفا. الله. أحيانا أنت تشوف أنت ناجح أو لا من تصرفات حتى الناس اللي تنتقدك يعني. يقول أفضل طريق أو أفضل وسيلة لقطع كلام المقابل هو التصفيق له. هذا إذا بعد إذا كانت الطريقة المهذبة يعني. تحب التصفيق على قصائدك؟ بعد قصائدي. بعد القراءة. نعم، بعد ما يخلص القصيدة إذا صفق يعني شيء جيد، لأن أحيانا ممكن تمرر من بين الأسطر إني مو حاب إنك تكمل فصفق لك بنص القصيدة. أبقطع الأسى، لكن بعد القصيدة ممكن أنها تكون العمل كامل. بس من الممكن أنه الشعور يكون لا إرادي. والله شوف، هو ميزة الأمسيات غالبا هالتفاعل اللا إرادي. إلى أين متجه؟ والله حسب التخطيط اللي عندي للمكان الطبيعي اللي المفروض أني أتجه له. يعني أنا ما أبحث عن طفرات. إذا أروح وياك وأنا أشوف هذا المكان الطبيعي؟ يا قلت لك والله يعني ممكن تشوف يعني دروس أكثر وأشخاص أقل. طريق اللي أنا ماشي فيه. العمود الفقري للرجولة من وجهة نظرك؟ سلوك. أنا ترى أعاني من مشكلة، أو ما أعاني، هي ما هي معاناة شخصية، لكني أستاء من سالفة أن الرجولة محصورة في كاركتر، في شكل، في ديكور، في 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 مثلاً أنه يجلس وخلفه وجار ودلال، أو أنه يعني كاركتر البشت وشبة النار، يعني خلوه مثل ما تقول بزاوية ضيقة شكلية فقط لغير، شوارب، طريقة مشية. أنا أقول العمود الفقري السلوك، إذا ما تنعكس معرفتك في المرجلة، في العادات، في التقاليد، في الأعراف على سلوكك، فأنت أردى من الجاهل. بالله صحيح.
أردى من الجاهل اللي مثلا ممكن يخطي عن جهل لكن أنت ملم وما ينعكس عن سلوكك. فلذلك يعني يقول نمن على الهقوات تامين شامل ونشوم عن كشف الستر والتفاصيل للطيب مجموعة شروط وعوامل عوامل ما ترتبط في المعاميل الله. وفي المرجلة الأخلاق أهم عامل من راحة الأخلاق راح الرياجي. أنا أشوف بالله صحيح أن المرجلة بالله صحيح بشكل عام مرتبطة في الخلق والسلوك. اللي يبحث عليك وين يلقاك؟ والله إذا كان عني أنا شخصيا ما تفهمه من السؤال أي أنا ما أبي أن يفهمون ثاني، لكن اللي يبحث عني يلقاني في قصائدي اللي أنا كنت زعلان فيها. يبحث عني خلينا نقرأ قصيدة دلينا على محمد جار الله. يقول الأمور اللي دوافع فعلها ما هو بلا الله، حايل من دونها ضميري الحي وحياة ساوم الطيب على عطفة وخذ صافيه كله واحذر تساومني بحاجات تخدش كبرياء. أنا رجال أحترم رقيبي الذاتي وجله جابني توفيق ربي شيء ما جابه دهاء. الله لو قدر أضحك على مسلم غشه واستغله كيف بستجري على الله يسمع ويقبل دعائي. الله يا معرض لو قبلت أضحك على مسلم وغشه واستغله كيف بستجري على الله يسمع ويقبل دعائي. زاهد في مجمل نجوم السماوات المطلة في كنف مشكات نور ساطع على سمائي ومعرض عن مجتمع حقيقة حكامه مخلة عنده الحب انتقائي وأيضا الكره انتقائي يا رحاب الخطر المتسامحات المسفهلة ما يضيق شاسع المترامية غير استيائي الشفاحة تورد النفس العزيزة للمذلة نفسك اللي رخصتها مرة بترخصها نهائي غالبا يحكم سلوك المرء جينات وجبلة شيء تأباه المروءة صعب يأباها المرائي لدعينك فالبشر وتشوف مضمون الأدلة كل مصلحتي جري وكل حساس انطوائي. سلامتك أنت انطوائي إلى حد ما مو بعد داية لأن فيني أنا فيني جانب اجتماعي حي وحاول أني أبقي حي إن شاء الله يا ربي. الله يجزاك خير. تخاف على قصيدتك منين؟ من النسيان يعني أكثر من أي شيء آخر. تخاف على شهرتك؟ لا والله الشهرة بعد ما تحققها راح تبقى معك بشكل أو بآخر، لكن مثل ما أقول مشهور. قصدك الفارق نسبي راح يكون؟ إيه فارق نسبي يعني بالنهاية أنت راح تبقى مشهور مدام أنك اشتهرت في يوم من الأيام راح تبقى مشهور فارق نسبي. لكن الإشكالية اللي في سالفة شهرتك ما هي في ورع وجهاد مشهور، شهرتك ما هي في ورع وجهاد نسيت البيتين، لكن أحيانا ودك أنك تكون شهرتك على شيء يعني يضيف لك ما يسلب منك. الشهرة أخذت منك ولا ضافت لك؟ ضافت لي محبة الناس، ضافت لي أخذت منك شنو؟ ضافت لي أمور كثير أنا ما ودي أني يعني أكون مثالي، ضافت لي إضافة مادية، إضافة وجاهة، ضافت لي محبة، ضافت لي أمور كثيرة، لكن أسلبت مني شيء عزيز وغالي. الإشكالية أنك ما تعرف أن عزيز وغالي اللي أنت فقده اللي هي الخصوصية. بالله صحيح. يعني في مثلا ناس يقولون أنا متنازل عن خصوصيتي لكن عطني شهرتك، عطني استفادتك المادية، عطني. أنا ما لومه أبدا، ما لومه أنه يقول الكلام هذا، لكن يجي يوم من الأيام راح يشوف أن الخصوصية غالية جدا إذا الله كتب له واشتغل. أكثر الأشياء اللي تخاف منها؟ الأشياء اللي ما بيدي أني أتجنبها أو ما بيدي أني أواجهها مواجهة عادلة. أحسنت ظني في المحبة وانخذلت وخرجت من موت الهقاوي للحياة
لوقت ما ضقت وتولهت وزعلت يلا دوام الطمأنينة والثبات. لوقت ما ضقت وتولهت وزعلت يلا دوام الطمأنينة والثبات في واقع أموري تعلقت وعقلت عمري ما يسمح للتعلق في أمنيات مشكلتي العظمى اليوم إني غفلت أذكر وتهزمني قصايد وغنيات من يوم ما قفى وقفيت ورحلت ما عاد أخاف الحنان الذكريات. الله الله هذا الشيء اللي أخافه. أنا بخاف. إيه هذا الشيء اللي أخافه. ما في مواجهة عادية. تحس بروحك في بعض الأحيان تحس روحك صلب ويمر ولو مقطع من أغنية يسبب لك هدم انكسار داخلي. احنا متناقضين يعني تناقضاتي منجم ابداع القصيد لكن احاسيس التناقض مضنية. مرات احس ضلوع صدري من حديد ومرات تكسرني تفاصيل اغنية. الله. وعلى كثر ماني قوي باس وعنيد احن لدروب ومقاهي وابنية. الله 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 فدا كماني العام يا العام الجديد أحيان نسيان الأماني أمنية. أي بالله صحيح. ناخذ فاصل. أخذ راحتك. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام فاصل ونعود إليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وصلنا وياكم إلى البارت أو الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم مع بصراحة يسعفني الكبير الله يرحمه نزار قباني يقول أصمت في حرم الجمال جمال. الله يجزاك خير. زين أنا ودي أصمت شوي يعني نبي نسمع شيء من الجمال اللي عندك جد. الله يسلمك الله يعزك. تقول تحية. تحية لكل شخص ما غيرت الدنيا. سلام. العرفنا طباعة بس ضلت كمان هي. الله. تحية لكل شخص ما غيرت الدنيا. العرفنا طباعة بس ضلت كمان هي. هي الكنا عزاز عنده ولسه احنا عزاز. الما عنده بعشرتك غايدوني. يا سلام. مليت الوجوه الجنها مطليات. بكل موقف تذب اللون شوي. يا هذا المشكلة. ايه. يا سلام. مليت الوجوه الجنها مطليات. بكل موقف تذب اللون شوي. بعد كاثم خدع. مو كل شيء ابيض زين. مرات الشكل اصدق من البنية. يا سلام. وقالوا ليش احنا. وقلت كل صياد عجب الغزالة المعنودية. يا سلام. وتوكلنا على الله وكنا فرحانين وكل ليلة بقربنا تصير وردية يذكروهم ونتبسم ويتعجبون وقل لهم أكو بنادم يفك النفس طارية رغم الهوب صفي لما يغيبون ندرش معنا تستحشر. يا سلام. وازعل أزعل وانسى من أول شلونك زين يا أخي لاحظ دمع الجرى مو ذا تهمني. يا سلام. وحز دمع الجرى مو ذا تهمني يا اخي كبير مو مالبش من نشتاك مو اكيد يا اخي كبير مو مالبش من نشتاك انا الفزز النايم من بواكيه وتغير وقنع الروح مجهولين والف حصب على بال تمر يومين بعيد الشر عليهم خاف صاير شيء يدور لهم عذر قبل العالم. انا شبيد مشاكل من القلب هاي كل مشاكل والله كل انا شبيد على قلبي انا شبيد على روحي حتى ما اشتاق تذل مقلوب لما تروس حنيني ما ادري ايش معنى بس بالبدايه عزاز مثل لعبه الطفل تنحضن وتنجاب وبعد فتره تشوف اللعبه. الله 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 وقنع روحي وانا ولا والله النقال يتصلون ويشوفون ايش بيقي ويومي على هذا الحال يومي لا جاني اتصال ولا شفت مرسالة وحتى من الحلم هم قطعوا الجيه تعبنا التناقض ما ادري ايش بيه احلف ننتهي
أشوف الصور أشتاق. يا أخي أحس روحي بشر ما عنده شخصية وحقك أستحق. قل له مش مسوين وتتبلل مخاطب جمعي وعد من إذا حن القلب الوراد أشل عنه وما أحس بمن لو فيه. الله 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 سلام. طبعا وعود العاشقين غير قابلة للتصديق. لا ما بيها مصداقية أبدا. أنا دلوقتي مصداقية. هذا الوعد مني مش كلام ما بيفعل. نعم أنا أحب أطمنكم يعني لا عاد تقول لا راح يبقى نفس الوضع. نفس الاشتياق. لا يجوز بالزايد بينه وبينه. والله يمكن صحيح. إيه. نرجع للحوار. صح الله لسانك. صح الله لسانك. طال عمرك الله يعزك. الله يسلمك. شلون نشوف الساحة الشعرية الخليجية؟ والله أعتقد أنها بفترتها الذهبية إعلامياً. أها. إعلامياً. يعني أعتقد أن طريقة الوصول سهلة حالياً. يعني شنو يحتاج؟ يحتاج أن يقدم قصيدة جيدة وأن يلقى منبر جيد يوصل من خلاله قصيدته، يعني سواء برامج السوشيال ميديا كلها. سابقا يمكن كانوا الناس يقولون، وانا لحقت على اللي يقولون ايه، سواء الفتره القديمه او الفتره الجديده، اعلام تقليدي او سوشيال ميديا، كلهم يعني الحمد لله كنت ناجح فيهم. فاعتقد ان لي حق اني اقول او اني افضل شيء على شيء. نعم. الاعلام التقليدي سابقا كانوا يقولون الناس، او الحين الناس يقولون انه كان يختار الجوده، كان يقدم أسماء قليلة لكنها تحمل شعر. لا بالعكس، يعني كان قال قبل بعد أيضا في شللية في واسطات، إذا مالك علاقات ما تطلع، إذا مالك هذا الشيء الحين العزل. الإعلام الجديد ممكن يقدم شعراء كثر وفيهم السيء والجيد، لكن في النهاية أعطى الفرصة للجميع. فإذا كان في سيء واصل ومحقق نجاح فهذا اختيار الناس مختيار الشعر. فاللي عنده شرها يشرح على الجمهور، لا يشرح على الإعلاميين. هذا الكلام مالتك. نعم. يخدمني أنا شخصيا. نعم. لا يشرح على الإعلاميين، لا يشرح على اللقاءات، على القنوات. إذا في شاعر سيء ناجح أنتوا اللي نجحتوا، الناس اللي نجحته. وأيضا إذا في شاعر جيد وما أنتو ناجح أنتوا اللي ما نجح، أنتوا اللي ما نجحتوا. وإذا في جيد ناجح فسلامي عليكم، أنتوا أيضا اللي نجحتوا. في النهاية الفن مرتبط في الجمهور، ينجح ويصعد ويقل بقرار من الجمهور. فأنا أشوف أنه حاليا يعيش فترة المزدهرة إعلاميا وفرصة الوصول متاحة للجميع. كل ما على الشاعر أنه يقدم تجربة تستحق المتابعة وتستحق استقطاب الناس. شنو باعتبار قلت أنه يحق لي أنه أقول لأني جربت أيضا يحق لك تقول. شنو النصيحة اللي تنصحها للإنسان اللي يريد يرتاح؟ كانك على ما تقول تدور الراحة، جنب طريق الغرام ودور وتلقى. ما يمدح الحب قلب يشكي جراحة، وما يعرف الحزن غير مجرب الفرق. الله. نعم. هني الراحة. جربت الفرقة؟ نعم. وعرفت الحزن. أكثر الأشياء اللي تسلي قلبك تعرفها؟ قلبي وعرفه، وعرف اللي يسليه. وجه يبين لك وش الزين كله، وجديل مموج طوال مساري. الله. أبي عمري وتفيض ظله. الله. هذا أهم كلام ماله، أبي عمري وتفيض ظله. والله على حسب. إذا أكو جدايل تسوى؟ على حسب هي موجودة ولا مو موجودة. حسب غض النظر، بس أكو جدايل تسوى؟ نعم أعتقد. الاعتقاد أشد درجات اليقين. نعم. صح؟ إيه. وأنا أمارس لفظة أعتقد باعتقاد. جميل. ما دام بلشنا بالغزل نأخذ قصيدة غزل. يقول طب 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 على كتفي وخذني بالأحضان واسألني شلونك ولو كنت عادي. الله. ترى الكلام الحلو في بعض الأحيان يخليها الأحلام بين الآيات. الله الله. أنا بحاجة صوت هادي وتحنان، سولف عن التحنان وبصوت هادي ساعدني ألقى فيك راحة وسلوان. تراني بوادي وقلبي
بوادي وساعدني ألقى فيك راحة وسلوان، تراني بوادي وقلبي بوادي، رجعني لطبيعتي قدر الإمكان، فاقد معك شعوري الاعتيادي، وارجوك لا تترك مساحة للأحزان، بدخل مع أحساسك بسجن انفرادي. العاشق المملي حسابه وخذلان، أدنى ما سيل دمعه ألا إرادي يرضيك، وانت أغلى بشر وأقرب إنسان، تسكني الغربة وأنا في بلادي، وشلون أجي تعبان وأروح تعبان تعبان في العاطفة، ما فيه موقف حيادي، هذه حياتي لوحة وعلبة ألوان وريشة حزن، سرقتها من عبادي حطيتها قدام عينك علشان تختار فيها لون غير الرمادي. سلامتك. ما شاء الله، الله يجزاك، حبيت هاي القصيدة، الله يجزاك خير من ذوقك، الله يعزك، الله يسلمك. قلت شيء ما ودك كان تقوله؟ في كلام واجد انقال وانت ما ودك تقوله، لكن تحكم الظروف، يا ضمى روحي تحت وبلة تشرة، محدن من دموع عينه بل ريقة، كنها هوية شهاب من المجرة، دمعة العاشق على فرقة عشيقه، وكني أنزع ضلع صدري من مقرة يوم أقول الله يسهل له طريقه. الله. الله 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 الله. اشتركت في مسابقات؟ لا للأسف. أنا خذيت فرصتي. ضد لو... لا 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 ضد ولا 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 أعيبها في شيء. لكني دائما أقول. نافذة واسعة. لا أنا أقول دائما اللي خذ فرصته قبل المسابقات يعطي مجال غيره. أنا نجحت إعلاميا مش شعريا، إعلاميا قبل المسابقات، فكنت دائما أشوف أن المسابقات هذه فرصة لشاعر ما لقى فرصته في الإعلام، صح. وكذلك إذا شعريا ظهور الأول له ميزة، كرت الدهشة، أنت تقدم نفسك لأول مرة للجمهور، راح تتفوق على أي شاعر الجمهور يعرفه إذا طبعًا. عندك شيء طبعًا. فهذا يعني أنا أشوف أن الميدان مش ميداني يعني. قلت أنا اجتماعي وهذا العنصر حي بداخلي، نعم. وبنفس الوقت أنا تجبرني الظروف أكون انعزالي، نعم. خلينا نطلع بحصيلة أخيرة، إيش قد عدد أصدقائك؟ يا طيب حظي يوم أبرق في أخوياي، مجلية همي من الزحت الشكل، عندي إخوان اثنين وأشوف أصدقائي مثل الاثنين اخوان واخوان شقيقه، والله 8-9 من العشرة وجاي، يسوون دون قصور من طاح وبقى، 8-9 من العشرة وجاي، يسوون دون قصور من راح وبقى، وما هو من طيبي ولا هو من رداي، كل شيء بالتوفيق حتى الاصدق. الله توافق، بس انت موفق، موفق جدا، انت لما تحصل لك 10 حقيقيين عن 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 3000 طبعا، نعم. لو احتاجت شيء ممكن تروح الواحد من العشرة، لو اي واحد حصلت من العشرة على حسب الحاجة، هم ما شاء الله مهامهم مختلفة، ها مختلفة، نعم. يعني عندك مشكلة مثلا تحتاج عضلات في واحد، عندك مشكلة تحتاج فلوس في واحد، عندك مشكلة تحتاج تفضفض في واحد مستمع جيد، جميل. فموزعين ما شاء الله تبارك الرحمن، تحتاج معلومة فيهم موجودين غالبا، انا اللي يكون فيها أو المعلومة جوجل مال الربع في الغالب أنا أكون صاحب المعلومة، لكن ما شاء الله تبارك الرحمن أنا محظوظ جدا بأصدقائي اللي فعلا أصدقائي مش معارفي، بس للأمانة خليني أنصفك قدامك، الله يجزاك جزاهم الله خير، بس أيضا أنت بيك طيب، الله يرحم والديك، والله هذا من طيبك، والله من طيبك يعني، والله أنا أسعى وأتمنى ولا أدري، لكن بشكل عام حتى نعطي يعني الأمل للجميع، الإنسان بالفطرة طيب إلا طبعًا. إذا هو حاول طبعًا. إنه يكون جدا أتفق مع هذه، نعم. الجملة يعني أنا أقول أعوذ بالله من كلمة، أنا أقول شغلة، أقول ماكو شيء سلبي مطلق، نعم. يعني ماكو إنسان سيء 100%، لازم، نعم. تلقى في شيء طيب، نعم. وبدليل أنه طيب مع أولاده، نعم، مع أولاده مع نفسه يا أخي، عليك نور، هو عارف الصح من الخطأ،
عليك نور. يعني ممكن ظروف أو أشياء. إيه لكن هو الإشكالية في مدى تقديس المروءة والأخلاق. أنا حتى ما ودي أقول الدين والأمور هذه، لأن نتكلم عن الإنسان بشكل عام، ولا في الغالب الأديان تهذب الإنسان طبعا. أنا أقول الإنسان مضغة غرور وفطرته غيرة، شيطان وتهذبه الأخلاق والملة. الله. الإنسان لابد أن يكون هو رقيب ذاته، ويحاول أنه يعرف أن الإنسانية هذا شيء كبير، ويحاول قد ما يقدر أنه يوصل لهذا السمو اللي موجود في الإنسانية. أول أمسية ناجحة لك؟ أول أمسية سويتها كانت ناجحة؟ كانت ناجحة. كانت وين كانت؟ بتنظيم مجلة المختلف تكريما للشاعر الكبير طلال السعيد. ومن يومها طلال السعيد صعد على المسرح وحضني وقال الشاعر هذا لابد انكم ما تنشروا له لين اعتزل انا. فكانت انطلاقتي. هذه الصوره ببالك؟ هذه انطلاقتي، كانت اول رد فعل من شاعر انا معجب فيه اساسا. ما شاء الله. نعم. زين. افضل امسيه قرات بها ايضا، امسيه ما تفارق بالك؟ والله ما في امسيه محدده لكن في امسيات احبها. يعني أمسياتي في هذا فبراير يعني كنت أحبها، حاليا أحبها لأن الشعر كان متوهج في الكويت. يا دولة خليجية ما قرأت بها؟ كل الدول شاركت فيها، ومشاركاتي في مهرجان دبي كانت يعني لها بعد نكهة خاصة. الحضور كان؟ الحضور جيد، الاحتفاء من إدارة المهرجان كان كبير. يعني أحيانا الشاعر مهب دائما يبحث عن قيمة عند المتلقي، أحيانا يبحث عن قيمة حتى من مؤسسات الدول. طبعا. يعني الإمارات الله يجزاهم خير كانوا يعطون الشاعر حقه كاملا مكملا من ناحية احترام المؤسسة الدولية أو المؤسسة الحكومية للشاعر للقصيدة. نعم. لكن في هلا فبراير كان الجمهور كان يعني كبلدي إنه كان في توهج للشعر. جميل. كانت الأمسيات تعني لي شيء طبعا. وقص على ذلك البحرين، السعودية، عمان، كلها سويت، قطر، كلها سويت فيها أمسيات والحمد لله لها ذكريات إيجابية. أنطيني رأيك بهذه الجملتين، منو أقرب إليك أو منو الأصح من وجهة نظرك؟ أن يحترمك الناس أفضل من أن يحبوك وحده، أو أن يحبك الناس أفضل من أن يحترمك؟ يعني عشان تحبني تتهمني؟ يعني كذا مشاعري ما لها، يعني كذا مشاعري ما لها رب. ليتك قبل لا تحبني تحترمني، الاحترام اهم واجد من الحب. اهنيك. الله يجزاك خير. احنا نقول بالعراق يجالع انفاس الاخيره، يجالع انفاس الاخيره. نعم. الوداع هو يعني اللحظة اللي قبل الموت، هم نقدر نطلق عليها جالع العلاقة. نعم. بيناتهم. نعم. في ودك تقول أشياء بهذه اللحظة، خلينا نسميها آخر الرجاء؟ إذا كان في رجاء أخير يقول كان بهشين علي قلبك، أطلبك حاجة إذا خليتني، لا نويت تحب غيري، طالبك لا تحبه كثر ما حبيتني. سلامتك. هذا الرجاء الأخير. ما شاء الله. الله يجزاك خير. اللي أتمنى نجمك ما يمر بغيم. الله يطول عمرك. ومن يقول يا رب؟ بالله الكريم. أمنية من قلب صادق. الله يطول عمرك. وشكرا للأخلاق. الله يجزاك. تعلم منك أستاذ علي. عندنا انعكاس للشخص اللي قابل. أنا دائما المقدم ضيوفه مرآته. الله يسلمك. أنت القائد في الرحلة الجميلة هذه. الله يسلمك. فإذا شافوا الناس فيها جمال فهو فضل قيادتك. شنو كان رأيك بالرحلة؟ جميلة جدا. أنا لدرجة أني قلت أشياء. عناصر الجمال ممكن نقدر نحددها؟ هذه نقطة تحسب للشاعر المبدع اللي عنده مواهب غير الشعر. أنا في قصائد قلتها اليوم، وبيات قلتها اليوم، لولا إدارتك للحوار أنا ممكن أكون ناسيها أصلا، ناسي أني بيوم من الأيام كتبتها. أها. فأنت جميل وتعرف تنبش الجمال من الذاكرة. شكرا لحضرتك. الله يجزاك خير. قبل الختام، قبل البداية الحلقة قلت لك أنا يعني أتوقع وتوقع عالي النسبة أنه الحلقة سير ترند. شنو رأيك؟
والله أتمنى وإن صارت بفضلك. الفضل لله. الله يجزاك. آخر شيء شنو تقوله للناس اللي شاهدوك هذه كاميرتك؟ بما أني في قناة عراقية، شكري وحبي لكل عراقي في يوم من الأيام تابعني، أرسل لي، تأكدوا أنكم كان لكم ردة فعل عندي أنا عالية جدا، معنويا أعطيتوني دفعة كبيرة في الانستغرام تحديدا، مهما شكرتكم أنا مقصر، ألف شكر. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، وصلنا وياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا لمحمد جار الله، وشكرا للقصيد اللي قاله، وشكرا لكل شيء، وشكرا لكم أيضا. في أمان الله، وانتظرونا حلقات قادمة إن شاء الله. ألف شكر. ألف تحية. ألف شكر. ألف شكر. ألف تحية.